بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس السابع. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال السياق في قصة آل عمران، وقد مضى ما ذكره الله سبحانه وتعالى في حق زكريا ويحيى عليهما السلام. وفي هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بمريم وابنها عيسى عليه السلام، وهما من آل عمران. هذا البيت الطيب الطاهر الذي منه مريم ومنه يحيى ومنه عيسى عليهم الصلاة والسلام، بيت عمران. وعمران كما سبق رجل صالح من بني إسرائيل، وهو إمام بني إسرائيل، يؤمهم في الصلاة ويرجعون إليه في أمور العلم. في هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى عاطفا على ما سبق من قصة هذا البيت الطاهر، وإذ قالت الملائكة يا مريم، ملائكة جمع ملك، وهم عباد من عباد الله من عالم الغيب، خلقهم الله سبحانه تعالى لعبادته ولعمارة السماوات العبادة، وليكلفهم بالأوامر والنواهي التي يرسلهم بها إلى الأنبياء وإلى والأوامر التي ينفذونها في هذا الكون.
فهم عالم من عالم الغيب، وهم عباد مكرمون عليهم الصلاة والسلام. الله أمر الملائكة أن تبشر مريم، ولكن قبل البشارة أمرهم أن يوصوها بهذه الوصايا كالتمهيد لما يأتي. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، يعني اختارك، الله جل وعلا هو الذي اختارها، وفي هذا تشريف لها وتكريم لها. إن الله اصطفاك وطهرك، هذه الصفة الثانية، طهرك من ما يعرض للنساء من العيوب، من الحيض والنفاس، وطهر أخلاقك، طهر أخلاقك بالصلاح والاستقامة، فهي مطهرة من الناحيتين، من الناحية الجسمية ومن الناحية الخلقية. الله طهرها وزكاها طهارة امتازت بها على غيرها. إن الله اصطفاك وطهرك، ثم قال واصطفاك، كرر الاصطفاء. الاصطفاء الأول هو الاختيار، والاصطفاء الثاني على نساء العالمين. اصطفاك على نساء العالمين، فهي خير نساء العالمين لما حباها الله به من هذا الاصطفاء والتطهير، صارت خير نساء العالمين، خيرية مطلقة. والعالمين جمع عالم، أي خير نساء بني آدم، وخير نساء الجن، كل النساء، كل النساء من العالمين، فإن مريم خيرهن. اصطفاك على نساء العالمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هؤلاء الأربع خير نساء العالمين. في رواية وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء النسوة كملنا من بين نساء العالمين. واصطفاك على نساء العالمين، هذه الأمور تمهيد لما يأتي، تمهيد لما يأتي في قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم، كلمتها الملائكة مرة ثانية لأمر الله كلاما مباشرا تسمعه من الملائكة، وهذا فضيلة لها
فضيلة لها على غيرها، تكلمها الملائكة. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هذه بشارة عظيمة خصها الله بها، أنها تلد هذا النبي الكريم الذي هذه صفاته العظيمة، ولذلك بشرها. والبشارة إنما تكون بالخير، وقد تكون بالشر، بشرهم بعذاب أليم من باب السخرية بهم. وإلا فأصل البشارة أنها تكون بالخير، يبشرك بكلمة، وهذه الكلمة اسم لعيسى عليه السلام يسمى كلمة الله. لماذا؟ لأنه ليس له أب، وإنما وجد بكلمة من الله وهي قوله تعالى كن، ثم قال له كن فيكون، فهو وجد بهذه الكلمة وهي قوله تعالى كن. أما بقية بني آدم فإنهم يكونون من أب وأم، إلا آدم عليه السلام فإنه خلق من غير أب ولا أم، خلقه الله من تراب. وحواء خلقها الله بدون أم، ليس لها أم، خلقها الله من آدم، خلق منها زوجها. وعيسى وهو النوع الثالث خلق من أم بلا أب، وسائر البشر خلقوا من أم وأب. إذن فالبشر على أربعة أنواع. النوع الأول من ليس له أب ولا أم وهو آدم عليه السلام، خلقه الله من تراب. الصنف الثاني من ليس له أم وهو حواء أم البشر عليه السلام. الصنف الثالث من خلق من أم بلا أب وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. الصنف الرابع من خلق من أم وأب وهم سائر البشر، والله على كل شيء قدير يخلق ما يشاء سبحانه. يبشرك بكلمة من الله جل وعلا اسمه المسيح. المسيح، والمسيح قيل معناه الذي يمسح على ذي العاهة فيبرأ بإذن الله، يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فسمي المسيح فعيل بمعنى فاعل، أي الماسح الذي إذا مسح بيده على ذي العاهة أبرأه الله سبحانه وتعالى. وقيل سمي المسيح لأنه يسير في الأرض ويسيح في الأرض للدعوة إلى الله عز وجل. عيسى هذا اسمه، عيسى، وباللغة العبرية يسوع، يسوع هو عيسى، يسوع اللغة العبرية هو عيسى باللغة العربية. عيسى ابن مريم، لماذا قال ابن مريم؟
لأنه ليس له أب، وإنما له أم فقط ينسب إليها، عيسى بن مريم. وفي هذا رد على النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله، قبحهم الله، يقولون المسيح ابن الله وينسبون الولد إلى الله سبحانه وتعالى، قد نزه نفسه عن ذلك. كما أن مشرك العرب جعلوا لله البنات، نسبوا البنات إلى الله، والنصارى نسبوا المسيح إلى الله وقالوا ابن الله، والله جل وعلا لم يتخذ ولدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن الله ليس له شبيه، والولد شبيه بالوالد وجزء منه، ولأن الله غني عن الولد، له ما في السماوات وما في الأرض، كل الخلق كلهم خلقه وعبيده، ليس هو بحاجة إلى الولد كما يكون في بني آدم، إن بني آدم محتاجون إلى الولد، ما الله جل وعلا فإنه غني عن الولد، فالوالد مفتقر إلى الولد، والله غني عن الولد. ففي نسبتهم الولد إلى الله محذوران، محذور الأول التشبيه، لأن الولد شبيه بالوالد وجزء منه، وجعلوا له من عباده جزءا، تعالى الله عن ذلك. المحذور الثاني أن هذا وصف لله بالحاجة، وأنه محتاج إلى الولد، تعالى الله عن ذلك. ولهذا قال اسمه المسيح عيسى بن مريم، ثم وصفه بأوصاف عظيمة، قال سبحانه وجيها الدنيا والآخرة، أي له جاه عند الله. الوجيه معناه الذي له جاه عند الله، وهذا مدح له عليه الصلاة والسلام، كما أن موسى عليه السلام كان عند الله وجيها، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجيه عند الله جل وعلا. ولكن ليس معنى ذلك أننا نسأل الله بجاه الرسول أو بجاه عيسى أو بجاه موسى، لا نسأل الله بجاه مخلوق، لا نسأل الله بجاه مخلوق، لأن هذا شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض المخلوقين لهم جاه عند الله، لكن نحن لا نأتي بشيء من عندنا فنسأل الله بجاه فلان أو بحق فلان، لأن الله لم يشرع لنا ذلك، وإنما أمرنا أن نتوسل إليه بأسمائه، فقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فنحن نتوسل إلى الله بأسمائه، فنقول يا رحمن ارحمنا، يا كريم اكرمنا، يا رزاق ارزقنا، وهكذا نسأله بأسمائه سبحانه وتعالى. وجيها في الدنيا، فإن الله رفعه في الدنيا، صار له مكانة في الدنيا لأنه رسول الله، وكذلك وجيه في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، وجيها في الدنيا والآخرة، فليس وجيها في الدنيا فقط، وإنما وجاهته متصلة بالآخرة عليه الصلاة والسلام. وجيها في الدنيا والآخرة،
ومن المقربين، هذه صفة أخرى، من المقربين عند الله جل وعلا، وهذه منزلة عظيمة لا ينالها إلا الأفراد من الخلق أن يكون من المقربين. والملائكة منهم مقربون، ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، الملائكة منهم مقربون. ولذلك قال ومن المقربين، واحد من المقربين عند الله سبحانه وتعالى، الذين لهم مكانة خاصة وقرب من الله أكثر من غيرهم. ومن المقربين، هذه صفة من صفات المسيح عليه السلام. ومن صفاته أيضا ويكلم الناس في المهد وكهلا، يكلم الناس وهو صغير، صغير في المهد، لأن من عادة النساء أنها تمهد الطفل الصغير لئلا يناله شيء من الخلل في جسمه في مهده، صيانة له، صيانة له. ومنهم عيسى عليه السلام، فكان في المهد كسائر الأطفال، فهو بشر، هو عليه الصلاة والسلام بشر مثل غيره من البشر، ولد ومهد ويأكل ويشرب كغيره من البشر. وهل هذا يكون ابنا لله؟ تعالى الله عن ذلك. ولهذا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، مريم عليه السلام صديقة، كانا يأكلان الطعام. هل الرب يأكل الطعام؟ لا، لو كان يأكل الطعام صار بحاجة، الله جل وعلا غني لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى شيء. كانا يأكلان الطعام، هذا برهان على أنه ليس لهما من الربوبية والألوهية شيء، كانا يأكلان الطعام. فعيسى رسول وليس ابنا لله، وأمه صديقة، والصديقة الصديق هو كثير الصدق الذي لا يقع منه كذب، يصدق مع الله ويصدق مع الخلق ولا يقع منه كذب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقون بعد الأنبياء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصديقون درجتهم مرتفعة، تأتي بعد درجة الأنبياء. ولذلك يلقب أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، هذا امتاز به على غيره، وهو أنه بلغ درجة الصديقين رضي الله عنه. فيكلم الناس في المهد، وذلك أنها لما ولدته، لما ولدته وضاق بها الحال، ماذا تواجه الناس؟ أنها ولدت وهي ليس لها زوج، سيتهمونها. ضاق بها الحال حتى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأتت به قومها تحمله، لما رأوه استغربوا، خرجت عليهم تحمل طفلا وهي لم تتزوج، أتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا،
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، أشارت إلى هذا المولود الذي في المهد. قالوا كيف نكلم من كان في المهد؟ وهي أشارت لأنها نذرت، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أشارت إليه إشارة، ما قالت كلموه، أشارت إليه إشارة. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا كلامه في المهد ويكلم الناس في المهد، وهذا لم يقع إلا لعيسى عليه السلام، وقع لبعض الأولياء مثل جريج والمرأة التي كانوا يعذبونها على غير جريمة وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. فجاءت امرأة معها طفل، امرأة معها طفل تحمله، فلما رأت هذه المرأة وهي تعذب، امرأة صالحة وهي تعذب في غير جريمة، قالت اللهم عوذ ابني من هذه أو أعيذها من مثل هذه. فتكلم الطفل وقال أسأل الله أن يجعلني مثل هذه. تكلم الطفل في المهد لأنهم يعذبونها بغير حق وهي بريئة، فقال دعا الله أن يكون مثلها لأنها عبدة صالحة ومبتلاة في الله عز وجل. فهؤلاء تكلموا في المهد، هؤلاء الثلاثة، عيسى وهذا معجزة له، وجريج وكان عابدا من بني إسرائيل، جاءت بغي والعياذ بالله فدخلت في صومعته وقد حملت من راعي غنم، حملت من راعي غنم بالزنا، دخلت في صومعة هذا العابد، فلما سألوها قالت هذا من جريج، قبحها الله، قالت هذا من جريج. فقاموا وهدموا صومعة جريج وأنزلوه منها. قال لماذا؟ قالوا لأن هذه المرأة تقول كذا وكذا. فقال أروني الطفل، فأراه الطفل فطعن فيه بأصبعه وقال أسألك بالله من أبوك؟ فقال أبوي الراعي، الراعي فلان. نطق الطفل وبين من هو أبوه، وبرأ الله جريجا رحمه الله. فندموا وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، ولكن أعيدوها كما كانت من الطين. فهذا جريج ولي من أولياء الله، أنطق الله الطفل الذي في المهد ببراءته مما رموه به. هؤلاء الثلاثة تكلموا في المهد، وأما بقية البشر فلم يتكلم في المهد منهم أحد. ويكلم الناس في المهد وكهلا، أي ويكلمهم في حالة كهولته، والكهل ما بين 30 إلى 40. فيكلم الناس في المهد كما يكلمهم وهو كهل يعني كبير، يكلم الناس في المهد وكهلا، وأيضا هو نبي ونبيا من الصالحين من أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام، ومن الصالحين أيضا، صفات عظيمة وصف الله بها عبده ورسوله المسيح عيسى بن مريم.
تعجبت مريم عليه الصلاة والسلام لما سمعت هذا الكلام وأنها ستحمل وهي معتزلة في مصلاها ولا يدخل عليها أحد، اتخذت حجاب دون الناس ولا يصل إليها أحد. فلما أخبرتها الملائكة أنها ستلد هذا المولود الذي هذه صفاته، قالت ربي أنى يكون لي ولد، من أين يكون لي ولد وأنا لم أتزوج ولم أكن بغية، لا هي متزوجة ولا هي بغي زانية، فمن أين يكون الولد؟ لأن الولد لا بد إما أن يكون من أب شرعي وإما أن يكون من زنا. قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، ولم يمسسني بشر. في الآية الأخرى ولم أكن بغية، قال الله جل وعلا كذلك أن يكون لك ولد وأنت ليس لك زوج ولم تكوني بغية، هذا بقدرتي وإرادتي. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يخلق من أب وأم، ويخلق من أم بلا أب، ويخلق من أب بلا أم، ويخلق بلا أم ولا أب كما سبق. لا حجر على الله سبحانه وتعالى، الله يخلق ما يشاء. ولهذا قال في الآية الأخرى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فإذا كان الله خلق آدم من دون أب ولا أم فهو قادر على أن يخلق عيسى من أم بلا أب، لأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا الله يخلق ما يشاء. أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، أي لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، لأنه سبحانه وتعالى قادر قاهر، وكل الأمور بيده، كل الأمور بيده سبحانه وتعالى، يخلق بسبب وبلا سبب، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. الله يخلق ما يشاء. هذا ويأتي بقية الكلام على قصة عيسى عليه السلام في درس قادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل يشترط في السفر لطلب العلم أو لأداء العمرة رضا الوالدين؟ وإذا رضي علي وحددوا لي المدة فهل يجوز لي أن أتجاوز هذه المدة؟ لا بد من رضا الوالدين ولا بد من أخذ إذنهما، لأن طاعتهما بعد طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا بد من إذنهما، ولكن عليك بالتلطف معهما، وعليك ببيان الحاجة إلى سفرك، وما أظنهما يمانعان في سفرك إذا وضحت لهما القصد وبينت لهم الفائدة من سفرك، فلا أظنهما يمانعان إلا إذا كانا يحتاجان إليك، إذا كانا يحتاجان إلى وجودك عندهما فبقاؤك عندهما مقدم على غيره، حتى على الجهاد في سبيل الله. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج في الغزو يجاهد في سبيل الله، قال له: أحي والداك؟ قال: نعم.
قال ففيهما فجاهد، إن كان يحتاجان إليك فإنك تبقى عندهما، وهذا أحسن لك من طلب العلم، تبقى عندهما وتبر بهما، تقوم بحاجتهما. وإن كان لا يحتاجان إليك فأقنعهما بأن سفرك لغرض صحيح ولطلب العلم، وأنهم شركاء لك في الأجر، ولا أظنهما يمانعان في ذلك. وإذا حددا لك مدة فلا تزد عليها، إذا تمت المدة فإما أن ترجع وإما أن تكلمهما بالجوال أو بالهاتف أو بأي وسيلة تبين لهما أنك ستتأخر، تطلب منهما المسامحة. نعم. يقول هل يجزي الاغتسال عن الوضوء وهل له شروط؟ إذا نوى دخول الاغتسال، إذا نوى دخول الوضوء للاغتسال وغسل جميع جسمه فإن هذا يجزي، لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، وقد غسل جميع جسمه بما في ذلك أعضاء الوضوء، فيكون قد تطهر من الحدثين، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن الأفضل والسنة أن يتوضأ أولا ثم يغتسل، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. هل الفدية تأخذ شروط الأضحية؟ نعم، لابد أن تنطبق على الفدية شروط الأضحية، فما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في الفدية، لا من حيث السن ولا من حيث السلامة، ولا من حيث السلامة من العيوب المخلة بالأضحية، العورة البين عورها والعرجة التي لا تطيق المشي مع الصحاح والهزيلة وصغيرة السن، والسن في الضأن 6 أشهر نصف السنة، وفي المعز سنة كامل، وفي البقر 2 سنين، وفي الإبل 5 سنين، لابد من هذا السن. نعم. هل الصلاة في أوقات الكراهة تنسحب أيضا على المسجد الحرام؟ المسجد الحرام وغير المسجد الحرام، إذا دخلت إلى المسجد تريد الجلوس فإنك تصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن تجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. يقول أعمل في التجارة في البيع والشراء، وأحيانا عندي بضاعة تختفي من السوق، هل يجوز لي أن أزيد في سعرها؟ وهذه البضاعة قطع غيار سيارات. نعم. شغل. يقول أعمل في التجارة أبيع وأشتري في قطع غيار السيارات، وأحيانا تختفي البضاعة من السوق، هل يجوز لي أن أزيد في سعر البضاعة التي اختفت؟ لا تزد زيادة لا توجد في السوق، تبيع مثل ما يبيع الناس، مثل ما يبيع الناس، ولا تزد على ما على السعر الذي في السوق. فإن كانت الزيادة كما ذكرت لاختفاء السلعة من السوق، ومعلوم أنها إذا قلت السلع ترتفع قيمتها، بحيث لو عرضتها بالسوق زادت قيمتها فلا بأس بالزيادة، لأن لها سبب وهو القلة. أما الزيادة المفتعلة التي ليس لها سبب فهذه لا تجوز. نعم. يقول مسجد به قبور غير واضحة المعالم، ما حكم الصلاة فيه؟ إذا ثبت أن مسجدا فيه قبر أو قبور لا يصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك،
وفيه تشبه باليهود والنصارى الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فإذا ثبت أن هذا المسجد فيه قبر أو فيه قبور ولو كانت غير واضحة مندرسة لا تجوز الصلاة في هذا المسجد. نعم. يقول: في بلادنا الحكومة أعطت بعض العائلات مبالغ مالية كبيرة وضعتها في البنوك كي تستثمر، ولا ندري كيف تستثمر، ويأخذ صاحب هذا المال مبلغ 200 دينار شهريا، وهذا على سبيل الإلزام من الحكومة، هل يجوز لنا هذا المبلغ؟ المبلغ إذا كان يتعامل فيه بالربا أو بالحرام فلا يجوز لكم، لا يجوز لكم، وأنتم تعلمون أن هذا المال يستثمر في الحرام من الربا وغيره من المحرمات، لأن الحرام لا يجوز للمسلم أن يستعمله، والربا بالخصوص، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم. يقول: أعمل مدرسا، تم توظيفي في مدرسة، لكن المدير قال لي لا تأتي إلى المدرسة لأننا لسنا بحاجة إليك، وعندما نحتاج إليك نخبرك، ما الحكم؟ الحكم أنك تحضر وقت الدوام، فإن وجد لك عمل تعمل، وإلا تكون أنت هيأت نفسك وحضرت. والمدير لا يملك أنه يرخص للناس، هذا حسب النظام الموجود في المدرسة وفي سائر الدوائر، أن الموظفين والمدرسين يحضرون وقت الدوام ولو لم يكن عندهم أعمال، لأنهم أعدوا أنفسهم وحضروا أدوا ما عليهم. أما أنه لا يحضر، والمدير لا يملك أنه يأذن إلا لمن لهم أعذار صحيحة وحسب النظام، فالمدير وغيره لا يتجاوز النظام أبدا، ليس له صلاحيات أنه يتجاوز النظام. نعم. يقول: ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟ للرجل لا يجوز، أما المرأة فلا بأس، الرجل لا يلبس الذهب ولا ما فيه ذهب من الساعة أو النظارات أو غير ذلك، لا يجوز يلبس الذهب خاتما أو غير ذلك أو ما فيه ذهب وهو المموه بالذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. نعم. يقول: سؤال من شقين، نريد نصيحة من سماحة الشيخ حول الذين ينتسبون للعلم وطلبة العلم ويصدرون فتاوى شاذة، وأيضا نريد بيان الحكم فيما يتعلق بمسألة الطلاق، لأن هناك من تكلم وقال أنه لا يقع باللفظ إلا بالكتابة عند القاضي. الفتوى لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا إذا كان عالما، إذا كان عالما يعرف الحكم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله، واحتيج إلى الفتوى، احتيج إلى الفتوى ولم يكن هناك من هو أفضل منه أو أعلم منه، فإنه يفتي في هذه الحالة للحاجة، ولا تبقى المسألة ليس عليها جواب والناس بحاجة إلى الجواب. أما إنسان ما عنده أهلية وإنما هو طالب علم أو يقرأ في الكتب ويتعالم ويزعم أنه عالم وهو ما عنده علم، يقرأ في الكتب ويقلد ويحكي ما فيها فقط، هذا لا يجوز له أن يفتي، هو في عافية، يكل الفتوى إلى من هو أهل لها، والفتوى مسؤولية أمام الله سبحانه. لا تظن إنك افتيت وراحت المسألة، ستوقف بين يدي الله يوم القيامة ويسألك عن ذلك. وأيضا إذا افتيت بفتوى خاطئة فإنك تضل المستفتي،
وتوقعه في الخطأ وتتحمله يوم القيامة. فالفتوى أيها الإخوة مسؤولية عظيمة، لا يجوز للإنسان يدخل فيها إلا إذا كان عنده أهلية علمية ويتقي الله عز وجل، ولا يفتي إلا بما يدل عليه الكتاب والسنة، ولا يفتي بهواها وبما يجوز للناس ويصلح للناس، يتلمس ما الرخص والمخارج، هذا لا يجوز. الفتوى مسؤولية عظيمة، فلا يجوز للإنسان أنه يدخل فيها ويحمل نفسه ما لا يطيقه، ويضلل المستفتين ويوقعهم في الخطأ، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فالمفتي إذا سئل فإنه يستحضر مقامه بين يدي الله، وكيف يجيب يوم القيامة إذا سأله الله عن ذلك، يستحضر هذا، ولا يدخل نفسه في المهالك والورطات، والله قد عافاه من ذلك. وأما الطلاق فإذا تلفظ به وقع، إلا أن يكون ليس عنده عقل، ما عنده عقل، أو كان مكرها على ذلك، في هاتين الحالتين لا يقع. في حالة إذا لم يكن عنده عقل، أو حالة إذا كان مكرها ولا يمكنه التخلص إلا بالتلفظ بالطلاق، في هاتين الحالتين لا يقع الطلاق، لأنه لم يصدر عن عاقل ولا عن مختار. وأما ما عدا ذلك فإنه يقع ولو لم يكتب. فهذه الفتوى خاطئة 100%، وتضليل للناس. نعم. يقول: أقمت في مكة 6 أيام، وغدا بإذن الله سأسافر إلى المدينة، وسأرحل منها بعد صلاة المغرب، هل يجوز لي أن أجمع العشاء مع المغرب؟ أعيد السؤال. يقول: أقمت في مكة 6 أيام، وغدا إن شاء الله سأذهب إلى المدينة المنورة، وسأرحل منها بعد صلاة المغرب، هل يجوز لي أن أجمع صلاة المغرب مع العشاء في المدينة المنورة؟ إذا كنت ناويا الإقامة في مكة 6 أيام، فإن انقطع السفر وأصبحت مقيما، فتتم الصلاة، تصلي كل صلاة في وقتها لأنك أصبحت مقيما. فإذا عزمت على السفر فلا تجمع الصلاة القادمة مع الصلاة الحاضرة، صلاة المسافر مع صلاة المقيم، هذا ما يصلح. صلاة مقيم تجمع إليها صلاة مسافر، هذا لا يصلح. أما إذا كنت لم تنوي إقامة محددة في مكة، ما تدري أي يوم تسافر، فإن لك أنك تجمع، لأنك ما زلت على أحكام السفر. نعم. ما حكم الذين يقولون لا يجوز الدعاء لولي الأمر على المنابر يوم الجمعة؟ هذول الخوارج الذين يقولون لا يجوز الدعاء لولي الأمر، هذول خوارج. هذه صفة الخوارج كما ذكر السلف، يقولون إذا رأيت الرجل لا يدعو للإمام فاتهمه في دينه، لأن هذه صفة الخوارج. الدعاء لولي الأمر مطلوب، لأن صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، فيدعى له بالصلاح، ويدعى له بالتوفيق والهداية، لأن هذا دعاء للمسلمين، والمسلم يكون ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدعاء لولاة الأمور بالصلاح والهداية هذا من النصيحة لولي الأمر. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان عندي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن صلاح السلطان صلاح للمسلمين. نعم. هل من نصيحة للشباب الذين يدخلون في شبكات الإنترنت
ويطعنون في العلماء والدعاة؟ هل إيه؟ نصيحة للشباب الذين يدخلون عبر شبكات الإنترنت ويطعنون في العلماء والدعاة، خاصة علماء هذه البلاد. الشباب وغيرهم عليهم أن يتقوا الله ولا يقعوا في أعراض المسلمين، العوام والعلماء، كل مسلم لا يجوز اغتيابه ولا يجوز الطعن في المسلم والعلماء بالخصوص، لأنك إذا طعنت في العلماء فإنك تزهد الناس فيهم وفي علمهم، فيحصل بذلك الفساد، يحصل الانفصال بين العلماء والعامة، فهذه مكيدة من الشيطان، شياطين الإنس والجن الذين يقعون في إعراض العلماء ويعلنون ذلك، يعلنون ذلك في الصحف أو في المجلات أو في الإنترنت أو غير ذلك، فإنهم يكونون من المفسدين الذين يريدون أن ينزعوا الثقة من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء كما صح في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب احترامهم والدعاء لهم، ترغيب الناس في الأخذ عنهم والتعلم منهم، هذا هو الواجب. نعم. لدي محل لبيع الملابس وهناك نوع منها عليه رسم يشبه الصليب، ما حكم بيع هذه الملابس؟ لا يجوز بيع الملابس التي عليها صور عموما، صور ذوات الأرواح أو عليها صورة الصليب، وهذا أشد، لأن هذا شعار النصارى الذين يعبدون الصليب والعياذ بالله، ويعلقونه على صدورهم، ففي لبس الثوب أو اللباس الذي عليه صليب تشبه بالنصارى وحمل لشعار النصارى، فالواجب الحذر من هذا. نعم. تقول السائلة: أحرمت من الميقات بالعمرة وكان عليها الدورة الشهرية قبل أن تطهر، مرضت مرضا شديدا، لم تستطع أن تمشي ولا زالت مريضة ولم تؤدي العمرة حتى الآن، سؤالها: ماذا تفعل إذا تحللت من الإحرام وسافرت مع أهلها الذين لا يريدون أن يتأخروا في مكة، هل هي آثمة؟ إذا كانت اشترطت عند الإحرام فقالت: إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فإنها تتحلل ولا شيء عليها. أما إذا كانت لم تشترط عند الإحرام فإنها لا بد أن تؤدي العمرة، وأداء العمرة سهل ولله الحمد، ولو هي مريضة تحمل على عربة في الطواف والسعي، وتقصر من رأسها بعدما يطاف بها ويسعى بها، تقصر من رأسها وتكون أدت العمرة، هذا إذا خرجت من الحيض، هي حائض، لا بد أنها إذا طهرت من الحيض واغتسلت يطاف بها محمولة على عربة، ويطاف بها ويسعى بها على عربة، ثم تقصر من رأسها وتتحلل من العمرة. نعم. هل يجوز للشاب أن يتكلم مع مخطوبته عبر الجوال؟ الكلام الذي للمفاهمة وليس فيه ريبة أو مغازلة لا بأس به للحاجة، كلام الذي ليس فيه مغازلة ولا فتنة وإنما هو للتفاهم فقط لا بأس به. نعم. يقول: في بعض المساجد عندما يختم بعض الطلبة القرآن الكريم يجعلون وليمة عشاء وهدايا للطلبة، ما حكم ذلك وما حكم حضور ذلك العشاء؟ لا بأس بذلك، لأن هذا من شكر الله عز وجل ومن التشجيع، تشجيع الشباب والطلاب على حفظ القرآن الكريم، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. نريد نصيحة للشباب الذين يهملون طلب العلم
ويجرحون بعضهم البعض من غير أن ينصحونهم، وكثر الهجر بين الشباب. هذا كما سبق، على الشباب أن يتوجهوا لطلب العلم من العلماء، وأن لا يتنقصوا العلماء، عليهم أن يحترموهم وأن يتعلموا منهم وأن يوقروهم، لأنهم خير الناس، العلماء هم خيرة الناس، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلماء لهم منزلة رفعهم الله بها على غيرهم، فعلى الشباب وعلى غيرهم أن يتقوا الله وأن يحترموا العلماء وأن يطلبوا العلم عند العلماء، وأن يتناصحوا فيما بينهم بترك الغيبة والنميمة والتحريش والتفريق بين طلبة العلم وبين العلماء. عليهم أن يتقوا الله، لأن هذا من الشيطان، من شياطين الإنس والجن، يريدون أن يفرقوا هذه الأمة وأن يفصلوا بينها وبين علمائها، حتى يتسنى لشياطين الإنس والجن أن يضلوا الناس ويفسدوا دينهم. نعم. يقول: ما حكم من يطوف والإمام يخطب للجمعة؟ لا بأس بذلك أن يطوف الإنسان والإمام يخطب، أو يطوف والناس يصلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يصلي الفجر والناس يطوفون بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعهم. والناس يختلفون، منهم من كان مسافر وصلى، صلى لأنه مسافر ويريد أنه يكمل المناسك ويسافر، الناس يختلفون في هذا. أما إنسان ليس عليه نسك، ليس عليه نسك وإنما يريد تطوع، فهذا يجلس ويستمع للخطبة. أما إنسان عليه نسك حج أو عمرة ويريد أن يؤدي المناسك، فلا بأس أن يطوف ويسعى والإمام يخطب، أو الناس يصلون. نعم. إذا كان قد صلى هو، أما إذا كان ما صلى فيتوقف عن الطواف ويصلي، أو يتوقف عن السعي ويصلي ثم يكمل بعد الصلاة. نعم. يقول: نسمع دعوى التقارب بين الأديان، وفي بعض الدول يلتقي علماء مسلمين مع قسيسين في مناسبات وأعياد، فما حكم ذلك؟ ويعتبرون أن ذلك القسيسين والنصارى إخوان لهم. الجمع بين الأديان والتقارب بين الأديان جمع بين الكفر والإيمان، هل يجوز أنك تجمع بين الكفار والمسلمين؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها أديان إلا دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، بعد بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها أديان إلا دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أمرهم الله باتباعه، أمر الجن والإنس واليهود والنصارى والأميين وسائر البشر أن يتبعوا هذا الرسول. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا دين بعد بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام الذي جاء به، فلا يهودية ولا نصرانية ولا أي دين لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فكيف نجمع بين كفر وإيمان؟ كيف تجمع بين من يقول الله ثالث ثلاثة، أو الله هو المسيح ابن مريم، والذي يقول لا إله إلا الله؟ كيف تجمع بين هذا وهذا؟ كيف تجمع بين من يقول الله فقير ونحن أغنياء، كما قالت اليهود، ومن يقول يد الله مغلولة؟ كيف تجمع بينه وبين مسلم موحد لله سبحانه وتعالى؟ فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يعرفوا دينهم وأن يتركوا هذه الدعوات المضللة.
وأن ينشروا في الناس أنه لا دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ كيف يجمع بين الأديان الكفرية والدين الصحيح؟ هذا مستحيل. وأما زيارتهم للدعوة إلى الله لعلهم يسلمون فلا بأس أن يزاروا لأجل الدعوة إلى الله وبيان الإسلام لهم، شرح الإسلام لهم لعلهم يسلمون، فلا بأس بذلك. أما زيارتهم للاستئناس معهم وإقرارهم على ما هم عليه من الكفر وموافقتهم فهذا محرم ولا يجوز. نعم. يقول: هل ننكر على من يشحنون جوالاتهم من كهرباء الحرم؟ نعم، لا يجوز لا من جوال لا من كهرباء الحرم ولا غيره من المساجد، لا يجوز شحن الجوالات، لأن هذا استخدام للوقف في غير ما خصص له. كهرباء المسجد وقف على المسجد، لا يجوز أنه يصرف في غيره. نعم. ما نصيحتكم للنساء اللاتي يلبسن النقاب الواسع وقد فتن الرجال؟ عليهن أن يتقين الله وأن يحتجبن عن الرجال بالحجاب الكامل، بالحجاب الكامل الذي يستر جميع الوجه ويستر البدن، لأجل أن تصون نفسها وأن تسلم في نفسها ويسلم منها الناس. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب فيه طهارة للقلوب، فيه طهارة للقلوب، وعدم الحجاب فيه نجاسة للقلوب والعياذ بالله. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله وأن تحتجب حجابا كاملا ساترا يحصل به المقصود. نعم. المسافر إذا أدرك الجمعة وصلاها مع المقيمين هل يجوز له أن يجمع معها العصر؟ لا، العصر لا يجمع مع الجمعة لأنه ليس من جنسها، العصر يجمع مع الظهر، وأما الجمعة فلا لأنها ليست من جنسها. نعم. وهل من نصيحة للذين يتخطون رقاب المصلين يوم الجمعة في المحل الزحام والمسجد الحرام؟ لا بأس للضرورة، لأجل الضرورة، وفي غير ذلك محرم.